بكره 31 اغسطس ذكرى رحيل واحد من اعز الناس ليا شخصيا، رحيل الكابتن محمد عبد الوهاب اللي رحل عننا من 16 سنه. 16 سنه وما زال جمهور النادي الاهلي وكل عشاق النادي الاهلي يتذكروا واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن محمد عبد الوهاب بكل خير. ودايما المواقف هي اللي بتفضل في قلوب الناس. محمد عبد الوهاب واحد من اللي مواقفه ما شاء الله هتفضل دايما عالقه في اذهان كل جماهير النادي الاهلي، من لحظه انضمامه للنادي الاهلي ومن لحظه توقيعه ورغبته وحبه وانتمائه للنادي الاهلي. محمد عبد الوهاب اللي عمل كتير جدا وضحى بالكتير جدا علشان يكون متواجد في النادي الاهلي. وبعد ما اصبح موجود في النادي الاهلي واصبح واحد من نجوم الفريق الاول، عمره ما زايد على النادي الاهلي في اي تجديد، وكان دايما حاطط جمهور النادي الاهلي قدام عينه وازاي يفرحهم. انا واحد من الناس اللي دايما في المباريات كانت بتجمعني محمد عبد الوهاب مواقف واهداف كمان يعني هتفضل في تاريخ النادي الاهلي. الهدف اللي انا ما اقدرش انساه هدفي في نهائي افريقيا 2005 امام النجم الساحلي، وكان محمد عبد الوهاب مشارك ليا في الهدف. الكرة العرضية اللي عملها لي احرزت بيها الهدف الثاني، وكان هدف الاطمئنان في المباراة دي، واخدنا وقتها بطولة افريقيا. كان محمد عبد الوهاب مشارك ليا في الهدف. برضه في مشوار البطولة امام انيمبا ومباريات اخرى. برضه في كأس العالم العسكري في البطولة اللي جمعتني بيه، وكنا متواجدين في وقتها في فترة المنتخب العسكري في المانيا وقدرنا نحصد البطولة. ومحمد عبد الوهاب كان واحد من نجوم البطولة وكمان واحد من هدافي كأس العالم العسكرية، وقتها خدنا لقب كأس العالم العسكرية، وكان واحد من أيضا من ضمن اللعيبة اللي حصلت ما بيننا مواقف كتير. بعد 16 سنة محمد عبد الوهاب لن ينساه جمهور النادي الأهلي. في رمضان السابق في برنامج رد الجميل، البرنامج اللي أنا بعتز بيه شخصيا اللي دايما بنستضيف فيه نجوم الرياضة المصرية، كان لنا حلقة مهمة جدا لكن كانت في شخص والدة محمد عبد الوهاب، الست اللي صبرت واستحملت فراق محمد عبد الوهاب. ودي لحظات وقت استقبالها لينا واحنا متواجدين في محافظة الفيوم، رحنا علشان نسجل معاها في بيتها وفي الأرض اللي كان محمد عبد الوهاب بيقعد ويذاكر فيها، كل المناطق اللي كان بيحبها رحنا وسجلنا فيها، وكان لينا حلقة سابقة معاها علشان نسترجع معاها الذكريات الحلوة وإزاي ضحى وإزاي كان بيحب النادي الأهلي. تعالوا نسمع مع بعض ونشوف جزء من حلقة سابقة من رد الجميل مع والدة محمد عبد الوهاب. دور النادي الأهلي ومجلس إدارته واللعيبة، الناس كلها وقفت جنبك في الوقت الصعب ده، حتى لفت نظري وأنا قاعد عندك في البيت يعني الشهادة دي، الشهادة من كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي الأم الفاضلة والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب. سيظل ابننا الغالي محمد ذكرى خالدة في تاريخ النادي الأهلي، وستظلين أما لجميع زملاء اللاعبين. برضه عايزك تكلمينا عن النادي الأهلي ووقفته معاكي ودوره معاكي. النادي الأهلي وفى وكفى يعني وما بينسناش والله. هو عطى لمحمد كل حقوقه. وبعد كده برضه فضلوا يعني مستمرين في الاتصال، مستمرين في الاتصالات وكده. الكابتن الخطيب الله يبارك له بعد ما جه بيتصل بنا على طول، وكابتن سيد ده على طول معايا، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمود الخطيب. ايوه شفتي كابتن تكريم. محمود الله يكرمه يعني من الناس القلايل اللي هم في تاريخ النادي الاهلي برضه. على طول في تواصل مع كابتن محمود الخطيب، بيتصل بيكوا على طول. ايوه هو انسان بيكو. طيب وانسان انسان يعني ربنا يبارك له. شفتي تكريم النادي الاهلي الاخير لما رحت النادي الاهلي في ملعب مختار التتش، وكان تكريم النجمه العاشره، وكنت انت يعني منوره الدنيا كلها، وتكريم الكابتن محمود الخطيب ليكي كان ازاي؟ ربنا يكرمه يا رب، ربنا يكرمه. كان والله احسن تكريم في الدنيا والله. ربنا يكرمه، هو راجل خلوق وراجل ربنا يبارك له، وعلى طول في نجاح وعلى طول
والله كنت بدعي له وفرحت قوي انه نجح في الانتخابات. بتدعي يعني للنادي الاهلي على طول في البطولات اللي بياخدها؟ والله بدعي لو اني ما بتفرجش على بس قلبك دايما مع الاهلي. بس دايما بسال محمود. محمود ده اخو محمد ممتاز في في المتابعه وفي المطوشه وفي فانا دايما بساله على طول. فالكابتن سيد ده على طول معانا ما بيسيبناش يعني دايما بيتصل وده والله يبارك لهم الفريق النادي الاهلي اللعيبه. ايوه اللعيبه الله يبارك لهم ما بينسانيش وجالي هنا الله يبارك لهم ويسعدهم ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله. قناه الاهلي دايما هتفضل فاكره محمد عبد الوهاب ودايما سيرته الطيبه هتفضل موجوده. واحنا النهارده حلقتنا علشان الاجيال اللي جايه تعرف محمد يعني ربنا يرحمه يا رب. دي رسالة للأجيال الحالية اللي بتلعب في النادي الأهلي ورسالة للناشئين. طول ما أنت بتلعب بحب وبإخلاص وبتفاني للنادي الأهلي دايما هتظل في أذهان كل جماهير النادي الأهلي. بقول لحضراتكم بالرغم من رحيل محمد عبد الوهاب 16 عام وفاته داخل ملعب مختار التتش، لكن دلوقتي بيتذكره كل جمهور النادي الأهلي. كان برضو لينا يعني أخدت أنا في الحلقة برضو في برنامج رد الجميل والدة محمد عبد الوهاب ورحنا نزوره على المقابر وأنا وقفت قدام مقبرة محمد عبد الوهاب وكنت بدعي له. تعالوا برضو نشوف جزء سابق من حلقة رد الجميل. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا ذا الجلال والإكرام، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلم، اللهم اغفر لمحمد عبد الوهاب وارحمه، اللهم اغفر لمحمد عبد الوهاب وارحمه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم إن كان محسنا فزد له في حسناته وإن كان مسيئا فبعفوك وبرحمتك يا رب تجاوز عن سيئاته، اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وارحمنا يا رب إذا صرنا إلى ما صار إليه، اللهم اجعل على قبره البهجة والفرح والسرور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.